هذا الفيديو انا قررت اني فكرت فكره تسجيله من اكثر من مره بسبب انه نفس السؤال لاعدائي، فانا حبيت انه انا اسوي فيديو مبسط بالشكل هذا، احاول اخليه مختصر ومبسط بحيث انه يعطيك فكره مش تفصيليه، فكره عامه عشان تعرف تتخذ قرار سليم في المشروع الجديد اللي تشتغل. طيب، هذا الفيديو ما هو موجه للفنيين، هو موجه للاشخاص اللي خارج نطاق التقنيه، يعني خلينا نقول زي ما الفيديو هذا التقنيه لغير التقنيه. طيب فكرة انه يكون في مشروع تقني، خلينا نقول تحديدا في الموبايل وفي الويب، كثير ممكن الناس قاعدة تفكر فيها، ممكن حتى الان في ناس بيفكروا ويخططوا في الموضوع، لكن يعني ما هو عارف، يعني في شيء ببلاش، في شيء رخيص، في شيء غالي. فكرة المشروع انه ممكن ما هي واضحة، هو عنده هدف بس ما ينفصل بالشكل اللي هو يتناسب معه، ممكن يكون خاض التجربة لكن بيخش على لما يخش في السوق ويخش في المؤسسات وهذا يحس انه هو حاسس، تمام، بيحس انه مو شيء اللي يبغاه، تمام، ولكن يفرض عليه حد، تمام، قد يكلفه هذا الشيء البزنس تبعه، قد يكلفه هذا الشيء خسائر معينه، وقد ممكن تمشي العجله وتنجح العمليه تمشي، ولكن هو لا زال ما مرتاح، ما وصل للقناعه والراحه اللي هو يحتاجها، اللي هو يدور عليها. اللي قدامه عندهم حلول صحيحه وهو عنده رغبات اكيد صحيحه، وان كانت غير مقنعه عند الاخرين، لكن هي الحاجه اللي هو يبغاها. تمام؟ وهذا الفيديو هو للشخص هذا. تمام؟ طيب. خلينا قبل ما نبدا نتفق على بعض الاشياء. الحاجه الاولى انت عندك دائما الهدف النهائي، الهدف انك توصل لتقييمك، تمام، ممكن توصل للابلكيشن، خلاص. لما يكون عندك تطبيق واحد مركزي واحد فقط، فانت تتكلم عن تطبيق. لما يكون عندك اكثر من تطبيق فانت تتكلم عن نظام، تمام، سيستم. فلما نقول تطبيق هو تطبيق له هدف محدد، له هدف محدد، بينما النظام هو خلينا نقول منهج عام يشمل عدة تطبيقات مترابطة مع بعضها. مثلا مثال الأنظمة هو مثلا الاي ار بي، في انظمه مثلا، طبعا هذه الانظمه متعارف عليها اللي هي الاي ار بي ونظام الواشنطن المساندات، لانه في اكثر من تطبيق. في بعض الانظمه غير معروفه، لانه مثلا تروح لجهه معينه او شركه معينه تحصل عندها عده تطبيقات لكن مرتبطه مع بعض وبتعمل بتكافؤ، تمام؟ ما لها اسم، بس هي يقول لك النظام عندنا كذا، عندنا البرنامج الفلاني والبرنامج الفلاني والبرنامج الفلاني، لكن كلها مع بعض بتكون نظام، كلها مع بعض مشموله بتكون نظام، كويس. فانت لما حتبدا اول حاجه
يعني تبدأ انك انت خضت التجربة مهمة، لانه مهما حضرت وناس شرحوا لك وشفت وسمعت غير انك تجرب ما راح يتولد عندك خبرة. ودائما ثيب خليك وعدك مهما كان كل اللي حواليك بيضغط عليك او بيفرض عليك حل، خليك وعدك من ارتياحك انت للحل. بس ارتياحك انت للحل هو الاساس، تمام؟ فلما تقول نظام، اذا انت حتبدا تسوي نظام، يا انها تكون في مرحله لاحقه، تمام؟ او انك تكون اوريدي خط التجربه والان خلاص جاهز وعارف ايش هي التطبيقات اللي عندك وايش هو النظام اللي حتسويه. هذا عشان تبني نظام كامل، هذا موضوع يعني الواحد مشروع، يعني تدرس دراسه وتعرف ايش معطيات المحاضره، هذه مشروع كبير. بس اليوم حنتكلم عن التطبيق، تمام؟ التطبيق يا سيدي الفضل، انا حكتبها بالاحمر عشان تكون عندك واضح، وحاعتمد اني انا لما اجي اشرح، تمام؟ لما اجي اشرح حبتعد التقنيه وحاجي في مجال على الاقل انت تعرفه عشان اقرب لك وجهه النظر، تمام؟ ليش هو التطبيق؟ التطبيق دائما هي مدخلات ومخرجات، تمام؟ عندك شيء مثلا واحد يعمل استمارة، تمام؟ الاستمارة ايش يسموها؟ ابلكيشن، يعني قبل الكمبيوتر وقبل اي حاجه عندك استماره عبيتها، انت كده عبيت ابلكيشن. فايش هو الابلكيشن؟ معناته انت عندك استماره لادخال البيانات، هذا تطبيق. التطبيق هذا بعدين هنخش، ممكن هو تطبيق واحد او ممكن نظام، انت شوف في الحياه العاديه قبل ما يكون في كمبيوتر. بالمناسبه اي شيء موجود الكمبيوتر دخل فيه هو حسن اداؤه، والا كان موجود من اول، فالتطبيق والاخر موجود من زمان، بس الفكره انه اخذ شكل مختلف واحسن وكذا بس، تمام؟ طيب، فعندك المدخل، دائما المدخل تمام، المدخل دائما عندك ايش؟ دائما اكون استماره ادخال، استماره ادخال في النهايه هذا الادخال. في المخرج ايش عندك؟ في المخرج عندك نتيجه الادخال هذا، تمام؟ العمليه، انت لما تروح الصراف تدخل البطاقه، تدخل وتضغط، انت كده ادخلت، تعاملت مع التطبيق، التطبيق ايش اعطاك؟ اعطاك النتيجه، سحب فلوسك من الصرف. هذا ابسط مثال. لما تروح المستشفى تعمل استماره انك انت سجلت، بعدين يعطوك بطاقه تسجيل. ترد في نادي نفس الموضوع. التعامل اللي هو انك انت عندك معامله، انك انت عملت اجراء وصار عندك نتيجه، هذا هو التطبيق. خلاص؟ طيب. الان خلينا نتكلم عن تطبيق بسيط. مثلا خلينا نتكلم عن الرسائل اس ام اس. هذا ابسط تطبيق
موجود جوال كل الجوالات من زمان. لا ايش هذا في الطبيب؟ انك انت بتدخل نص وبترسله لشخص ويوصل له والعكس يجي في السنة. طيب كتطبيق يعني كمفهوم لما تيجي تقول برنامج رسائل نصيه اس ام اس الكل يعرف كمعرفة تمام ايش هو التطبيق ده؟ الكل يعرف الفرق ده يصير ايش؟ نمسح هذا الموضوع عشان نرجع فيه. اللي يحصل ايش هو؟ في معرفة هذه دائما عامة تمام؟ وفي كيف هذه خصوص خصوص شوف الشيء العام الكل يعرفه فلان يتغدر كل العالم بس انت ايش تتغدر تتغدر فلان ايش يتغدر فلان ايش يحب وهذا ايش يحب المطعم الفلاني في قائمة الغداء ايش عنده وهذا المطعم في قائمة الغداء يختلف فهنا يعتمد انت و التطبيق الواقع على اي كيفيه الكلام مش في المعرفه الكل يعرف كلنا نعرف المسلمات ولكن الكيفيه هي الاهم مفصل اللي هو يخليك انك انت تكون راضي عن التطبيق او التطبيق هذا ممكن يكون جوال ممكن يكون ويب ممكن يكون سيستم ممكن يكون بأي صيغة طالما انك انت راضي عنه وراضي عن أداءه وجاب نفس الكيفية التي تبغاها ونفس الأريحية التي تناسب وضعك واحتياجاتك الأساسية هذا شيء مناسب لك وإن لم يناسب الجميع تمام فالأهم من انك تحصل على التطبيق أو النظام أن يكون مناسب لاحتياجاتك وهذا هو أهم حاجة في التطبيق أنه هو يحدد احتياجك أنت شنو أنت احتياجك شنو فلو أنت احتياجك كان من الكيف تمام إذا كانت الكيفية في تنفيذ التطبيق اللي أنت طالبت بالمواصفات اللي أنت تحتاجها إذا كان مهم بالنسبة لك راح تضطر إذا أنت ما حصلت على شخص بنفس ظروفك بنفس احتياجاتك بنفس تطلعاتك نفذ نفس التطبيق انت تضطر ان تعمل شيء اسمه خاص خصوص خاص تفصيل التفصيل دائما مخيف وقد يكون مكلف جدا تمام قد يكون مكلف جدا تمام طيب فنفرض اذا كان انت رحت في العموم في العام والله انت تبغى برنامج محاسب وقت في العام
نزلت السوق طبعا كل العام تمام هيكون على كيف ايش؟ على كيف مين؟ على كيف صاحب المشروع اللي هو غني على كيف مين؟ على كيف المستهلك اللي في السوق تبعه هو فين؟ هو مثلا خلينا نقول في فرنسا مثلا فهنعملها على التناسب اللي يناسب طبيعة المحاسب الفرنسي ما تعتمد عليه انه برنامج المحاسبه يناسبك انت في البلد سين هنا اللي بيعتمد اذا كان التطبيق هذا يناسبك او لا اذا كان مناسب طبعا الشركه الفرنسيه مثلا لما جت عملت التطبيق كلفها كثير بس وزعت التكلفه على اغلب الشخص وبالتالي هي بتبيعها بكيفيات يعني في تشابه بنفس الطلبات في تشابه الطلبات وبالتالي لما يجي يبيعها لفرنسي اخر تمشي تمام لان نفس المتطلبات نفس الاحتياجات نفس كل شيء لكن يجي يبيعها لواحد صيني يختلف يبيعها لواحد لغه ثانيه مثلا بيهماني او يبيعها لشخص عربي اتجاه نص مختلف قاطع برضه حيكون فيه اختلاف يكون اختلاف في الشكل وفي الهيئه وغيرها